لوسيان ليفي برول. المفكر الفرنسي لوسيان ليفي برول ولد عام 57 و800 ألف في باريس، ودرس في معهد شاليمار حتى الشهادة الثانوية، ثم التحق بدار المعلمين العليا وحصل على شهادتها في الفلسفة عام 79 و800 ألف. استأثر باهتمام برول ما رآه لدى عالم الاجتماع إيميل دوركايم وفلاسفة الأخلاق. ابتداء من عام 90 و800 ألف توافر ليفي برول على دراسة فلسفة جوتفريد لايبنيتس، ووضع عنه عدداً من الدراسات، فكانت مدخله للإعجاب بالمفكرين الألمان. عمل برول على فصل الأخلاق عن الميتافيزيك عن طريق إرجاعها للتجربة الشخصية وضوابط السلوك، فأصدر في العام الثالث بعد 900 ألف كتابه الأخلاق وعلم الأعراف، الذي قال فيه بوجود وقائع أخلاقية تنظمها قوانين ضابطة شبيهة بتلك التي تضبط الظواهر البيولوجية والفيزيائية. وأكد أن الأعراف تختلف من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ونفى وجود أخلاق نظرية، بل ذهب إلى استحالة وجودها، وأثار موجة من الخلافات في صفوف المعنيين والمختصين. صدمة أخرى سببها صدور كتاب برول عام 1900 ألف بعنوان الوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا، حينما قدم أمثلته العملية على أن عقلية الإنسان البدائي تمثل فكراً يقبل اللا معقول، ويقبل وجود مشاركات غامضة بين الأشياء والكائنات العاقلة. وشرح هذا في كتابه العقلية البدائية وكتابه الميثولوجيا البدائية، اللذين درس فيهما الخرافات والأساطير. واحد آخر من المصطلحات التي أطلقها برول أثار جدالات متعددة هو وصفه عقلية البدائيين بأنها مرحلة ما قبل المنطق، وقد ظهرت إيضاحات له في كتاباته المطبوعة بعد وفاته تحت عنوان الدفاتر. مات لوسيان ليفي برول عام 39 و900 ألف في باريس، وقال الباحث التربوي جول شيهروي عنه: أحدث ليفي برول الأستاذ في السوربون ودار المعلمين العليا تأثيراً شديد العمق في الشريبة الفرنسية، وبدا مهتماً بالتوفيق بين الموضوعية والمشاركة باعتبارهما أساس ما هو عقلي.